الطريقة الوحيدة للنجاة من مصعد في سقوطه الحر. يعتبر السقوط الحر في صندوق معدني صغير أمراً مرعباً، فمجرد التفكير في مثل هذا الموقف المخيف يسبب لنا القشعريرة. وربما تساءلت حول ما يمكنك فعله في حال انقطع حبل المصعد فجأة. هل ممكننا نجاة من مثل هذا السقوط؟ هل ينبغي عليك القفز للبقاء على قيد الحياة؟ سيجيب هذا الفيديو من قناة الجانب المشرق على هذه الأسئلة، كما سينشر بعض التوصيات من العلماء والمهندسين حول ما عليك فعله أو تجنبه بتاتا في حال وجدت نفسك في مثل هذا الموقف. لا تقفز. هناك سوء فهم منتشر بأنه إذا قفزت قبل ارتطام المصعد بالقاع بلحظة فسوف تقلل بطريقة ما من تأثير السقطة على جسمك. أولاً، كيف تخطط لمعرفة اللحظة المناسبة للقفز؟ فأنت لا يمكنك أن ترى من خلال المعدن، صحيح؟ ثانياً، حتى ولو تمكنت من القفز بطريقة ما، علماً أن القيام بهذا أمر في غاية الصعوبة في خلال السقوط الحر، فإن انخفاض السرعة المحتمل سيبلغ حوالي 2 ميل في الساعة أو 3 كيلومترات في الساعة، وهو بالتأكيد غير كاف لإنقاذ حياتك. الأمر الأسوأ هو أنه قد تؤذي نفسك بشدة إذا ارتطم رأسك في السقف. لا يستحق القفز هذه المخاطرة إطلاقا. قام فريق برنامج Mythbusters بتجربة هذه الطريقة ولم تنتهي الأمور جيدا للدمية داخل المصعد. لا تقف مستقيما. الوقوف مستقيما وتمني وقوع الأفضل فكرة غير سديدة أيضا، فالمتأتي من ذلك غير سار إطلاقا، ألا وهو ثقل أكبر 10 مرات من ثقل جسمك على ساقيك في لحظة التصادم. ومع كامل الاحترام، لا يمكن لك أو لأي شخص آخر النجاة من ذلك الموقف. الآن وبعد معرفة ما عليك تجنبه أثناء سقوط المصعد، لنتحدث عن التصرف الأفضل في مثل هذا الموقف. تمدد على الأرضية. أفضل وضعية في مثل هذا الموقف هو التمدد على الأرضية، حيث ستساعدك هذه الوضعية على توزيع قوة التصادم على الجسم بأكمله. نعلم أن هذه الوضعية قد تهشم عظام جسمك الصغيرة والرقيقة، على الرغم من أن هذا يعتمد في الغالب على علو المصعد عند انقطاع الحبل، ولكن قد تساعدك هذه الوضعية على تجنب أضرار أكثر خطورة، أو ربما لن تساعدك، لا يمكن الجزم بذلك. قد يصعب جدا التفكير بوضوح في مثل هذا الموقف، ولكن يجب أن تتذكر تغطية رأسك بيديك. وعندما يصل المصعد إلى القاع فمن المرجح أنه سيتحطم، لذلك فإن حماية رأسك من الحطام قد ينقذ حياتك. المشكلة في التمدد على الأرضية هي في الأثر على الدماغ، فكما هو الحال في حادث سيارة، إن انخفاض السرعة المفاجئ على سبيل المثال من 60 ميلا في الساعة أو 96 كيلومتر إلى الصفر يمكن أن يسبب ارتجاجا خطيرا في الدماغ. المشكلة الأخرى هي انعدام وزن جسمك أثناء السقوط، لذلك ينبغي عليك التمسك لتجنب طيران جسمك داخل المصعد. صحيح أن هناك العديد من الجوانب السلبية لهذه الطريقة، ولكن على الرغم من اتحاد هذه جمعاء، يتفق الخبراء على أنها الطريقة الواقعية الوحيدة لإنقاذ حياتك في ذلك الموقف. تحمل بيتي لو أوليفر التي تعمل كمشغلة مصعد لمبنى The Empire State الرقم القياسي العالمي للنجاة من أطول سقوط مصعد في التاريخ، فقد سقط المصعد بها على مدى 79 طابقا، ولكنها تمكنت من النجاة. كان العامل الذي أنقذ حياة بيتي هو وصول حبل بطول 1000 قدم أو 300 متر إلى القاع قبل المصعد، مما سهل السقطة. الأمر الصادم أكثر هو أنه في وقت سابق من ذلك اليوم تحطمت طائرة في الطابق الذي كانت تعمل فيه بيتي، ولكنها نجت من ذلك الحادث بعكس 14 من زملائها. لا نعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص المحظوظين جداً. يقال أن بيتي ذهبت مباشرة بعد الحادث واشترت بطاقة اليانصيب. من الجانب المشرق، لا تلاعب لفظي مقصود هنا، حوادث المصعد نادرة جدا بحيث تزيد نسبة الوفيات بسبب السقوط في آبار المصاعد الفارغة أو الانحصار بين أبواب المصعد، لذلك راقب خطواتك ولا تستعجل.
فبإمكانك انتظار المرور التالي. أيضا بعض أبار المصاعد مزودة بمخفف صدمة من شأنه أن يجعل الهبوط سلسا في حالة الطوارئ. وفي الواقع الطريقة الوحيدة المضمونة 100% للنجاة من السقوط الحر للمصاعد هي استخدام الدرج. إذا كنت قد استمتعت بمشاهدة هذا الفيديو، نأمل منك الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائك للحفاظ على سلامتهم. انقر زر الاشتراك للانضمام إلينا على الجانب المشرق من الحياة.